من نصف نهار الماضي ساعتين تو ماضي ساعة وتسعة دقائق مازلنا معكم متواصلين من توا حتى الماضي ساعتين. في سوق البارح الاحتفاظ بقاضي بحوزته مبلغ من العملة الأجنبية وكمية من المعدن الأصفر. التفاصيل حصريا في ناس الديوان توتسويت في الدبا. الدبا النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 تأذن بالاحتفاظ بقاضي من الصنف العدلي عثر بسيارته على مبلغ مالي كبير من العملة الأجنبية وكمية من المعدن الأصفر. التفاصيل ناخذوهم مع سيمجي كمون مشكور المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2. سيد رئيس صباح النور. مرحبا. صباح النور مدام سماح. مرحبا بك رئيس. التفاصيل سيد رئيس. في الحقيقة هي العملية انطلقت في الليلة الفاصلة بين يوم الجمعة والسبت الموافقين ل 28 و 29 جوليا 2020 وفي إطار مراقبة الجولين بالطرقات من قبل فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بالصغيرة تم ضبط سيارة خاصة يقودها قاضي بمفرده من الصنف العدلي قادمة من أحدى مدن الجنوب الغربي. وقفوها جماعة الفرقة وأخذوها للتفتيش تفتيش روتيني. تم العثور بداخله على مبلغ مالي هام من العملة الأجنبية. قديش قيمته سيد رئيس؟ أكثر من 400 ألف يورو من العملة الأجنبية. يعني أكثر من مليار ومئتين. أكثر من مليار وخمسمائة بالعملة التونسية بالمليونات. المبلغ قيمته مليار وخمسمائة بالعملة التونسية. واضح. تونسية. تفضل رئيس. وكمية من المعدن الأصفر مخفيين بأحكام. كمية كبيرة مع معدن الأصفر قديش هكيك قيمته؟ مبدئيا تم وزنه أكثر من كيلوغرام. أكثر من كيلو ذهب وما قيمته مليار وخمسمائة مبدئيا مش نقول ذهب مبدئيا معدن أصفر معدن أصفر احنا شددنا على كمية معدن أصفر يجم يكون يعني ذهب كما يجم يكون من حاجة أخرى. فبمراجعة النيابة العمومية المكلفة بالاستمرار أذنت بمباشرة محضر عدلي وتم حجز السيارة وما بداخلها من العملة الأجنبية والمال الأصفر لإخضاعنا الاختبار باش نعرفوا يعني يعني العملة الأجنبية هذه مدولة أو مدلفة. المعدن الأصفر إسك ذهب مش ذهب. واضح بي سيد رئيس. قلت بأنه كان يسوق في السيارة وحده لكن احنا اللي فهمناه بأنه تم الاحتفاظ به هو وشقيقه. ايش مدخل شقيقه في الحكاية؟ بالنسبة للاحتفاظ بالقاضي لأنه كان يسوق في السيارة بمفرده احنا عندنا شبهة تلبس تم الاحتفاظ به. أيوة. وشقيقه تقدم يعني بعد فترة زمنية من التحريات و تفتيش السيارة قال أنه كذلك كان يستغل السيارة اللي هي على ملك والدها الجوز. فقوية الشبهة ضده وتم الاحتفاظ به لسلامة الأبحاث. وأسندنا لإدارة الأبحاث الديوانية المركزية يعني توصل في الأبحاث وتتعمق وباش نحدد إن شاء الله المسؤوليات. واضح به سيد رئيس. لهنا احنا ديما التوانسة الحقيقة فما سؤالات نسألهم حتى في ديارنا وفي حكايتنا وماذا بينا احنا قانونيا نفهموا معك. يقول القايل قاضي يسوق في سيارة الأمن ما يفتش السيارة، صحيح هذية ولا لا؟ لا مش بالضرورة. مش بالضرورة يعني مهما كان المواطن اللي يسوق في السيارة راه يلزمو يمتثل للتفتيش وقت اللي يطلبوا منه. إذا ما عنده ما يخبي بالطبيعة يمتثل للتفتيش وكل يعني أريحية. وإحنا بالعكس نخضع القانون كيفنا كيف أي مواطن يعني. سيد رئيس التفتيش كان تفتيش روتيني أو كان على خلفية معلومة وصلت للأمن عن شبهة في السيارة هذيك بالذات؟ خاطر فما معلومات تقول أنه فما جيت معلومة للديوانة للسلطات الديوانية أنه العربة هي محل شبهة. نعم بالطبع هي بمراجعة النيابة العمومية في خصوص السيارة هذه يبدو أنه فما شبهة كنت فما معلومة للديوانة أنها محل شبهة صحيح واستربوا فيها لهذا هم وقفوها يعني على أساس باش يتحرروا معها. واضح. بالنسبة للقاضي تأكدنا أنه قاضي من الصنف العدلي ويزاول في محكمة في الجنوب في
الجنوب، نعم في أحدى مدن الجنوب، وقاضي مباشر. هو قاضي مباشر في محكمة في الجنوب. شكرا لك سيد رئيس، شكراً. تحية شكراً. كبيرة لك على كل هذه التفاصيل. تحية لك سيدي المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 مجدي كمون خليفة. أنا نحب نقول كلمة بركة في المواضيع هذه. القاعدة أن الأسلاك نظيفة وشريفة، وهناك بعض الاستثناءات، يعني هذا اللي يقولها في كل الأسلاك مهما كانت، تعليم، أمن، غيره كذا وكذا، معناها بالتالي كل إنسان هو مسؤول على أفعاله بصفته الفردي، وكهو وين تثبت الأبحاث ويعطيه الصحة، معناها كان إجابة في إطار ما يسمح به القانون، وبالحق ما تجيبش تقول ذهب لين تخضع الاختبارات، معناها كل حاجة ما يمكن تسميها كانت تتعدى للاختبار الفني العلمي، معناها هذا هو واضح. معز، أنا موافق سيد العميد على اللي هم حالات استثنائية، أما زيد من ذكره زاد اللي في أوت 2021 كيف ما قاضية وقع إيقافها وبحوزتها زاد 1.5 مليار، كيف كيف فما بعديد الأمنيين زاد اللي وقع إيقافهم وهم في سياراتهم كانت فما أموال، معناه اللي هم كما نقول وإحنا سيديميول اللي يستعملوهم ويستعملوا الوظيفة نتاعهم لنقل الأموال، معناه باش نعرفوا اللي فما شبكات قاعدة تستغل في الأشخاص هذية لتمرير عملة صعبة وكل شيء من منطقة إلى منطقة، ولهنا تعطينا صورة على كمية الأموال والتجارة معناها من التجارة الغير نظامية كما نقوله، والأموال اللي موجودة في البلاد اللي احنا قاعدة توا خارج السيستام، ومع الأسف ديما ونأكد نحب نأكد زادا ونعاود نأكد هذه حالات استثنائية، أما مع الأسف اللي قاعد مش نسمعوا فيها برشا من 2011 الحالات هذه قاعدة تتكرر، وربي يقدر خير وكهو. هذا هو جوستومون، ما كانش ماهيش مش جديد فريمون، ماهوش امبريفو. يقول كيفاش تصير الحكايه هذوما خليفه، يقول لك جات معلومه امنيه للديوانه فوقع تفتيش السياره، نتصور يبدا فما بحث امني قبل، فما خدمه قبل، احكي لنا شويه الكواليس. لا هو ما في كل راهو هيكل بما فيه الهيكل الديواني، ثم جانب ارشادي وثم جانب استعلامي، معناه الناس تخدم في قضايا كبرى ولا القضايا الاخرى تخدم على جانب استعلامي، معناها مش ماهيش صدفه ولا عرضيه، معناها يمكن تلقى ساعات موضوع عرضي ما تلقاهش بالاهميه هذه، معناها هو تلقاه موضوع تمت متابعته لمده طويله، معناها تم التاكد من المعلومات هذه، زاد في الاطار هذا تمت مراجعه النيابه العموميه، خاطر في كل ما هي علاقه بالميدان العدلي والمواضيع هذه هما مأموري ضابط عدلي، يكون أمن، يكون شرطة، يكون حرس، يكون ديوانة، بعد مراجعة السيد وكيل الجمهورية هو الذي أذن باتخاذ الإجراءات، لأنه القوات الحاملة للسلاح وإلا الديوانة وإلا غيرها وقت يتعلق بموضوع عدلي يصبح مأمور ضابط عدلية، بالتالي يصبح رئيسه المباشر هو النيابة العمومية، وقت اللي تلمدت المعطيات هذه كاملة، خاطر زاد مش لعبه باش يوقف انسان في مستوى هكا ولا يكون اطار ولا يكون حتى مواطن عادي الا يكون متاكد المعلومات هذه، وذاك علاش راهي العمليات هذه هو الجانب الاستعلامي والجانب الارشادي جانب هام مهم جدا في كافه الاعمال الامنيه وفي كافه القضايا اللي تباشرها الوحدات الامنيه والديوانيه معنا. وزاد كيف الراو اللي تحويل الاموال ديما يصير من الشمال والوسط في اتجاه الجنوب، ديما فما حاجه لازم نذكروها اللي الاموال هذه ديما اللي هي المصدر نتاعها عمليات التهريب وممكن حتى المخدرات وممكن التجارة الموازية، أما بعد ديما فما عملية نقل الأموال من الشمال إلى في الجنوب في اتجاه الجنوب، ونعرفوا اللي فما العكس لا الأكثرية في اتجاه الجنوب، خاطر غادي فما البلاتفورم الكبيرة وفهمتني، وديما المنطقة ديما تقاها في شرط الجنوب الغربي في الجنوب الشرقي، ديما منطقة الجنوب اللي فما معنا ديما نقل الأموال من الشمال للجنوب، يلزمنا مراقبة شديدة، ونحكيو على فواياج فيه مليار ونص وكيلو معدن أصفر نورمال مذهب برشا فلوس وبرشا واحد عاون ديوانا وقفوا مع عائلته مع عائلته ومخبي ويعدي في الفلوس. أنا ما أشيد به في هذه العملية هو الجانب الاتصالي الهام اللي شفناه من سيد مساعد وكيل الجمهورية في صفاقس 2 والشفافية التامة في الواحد، وتؤكد مرة أخرى على تعافي القضاء التونسي وأن الناس كلها سواسية أمام القانون، مع ثم مواضيع مسكوت عنها قبل كانت كي تشد إطار أمني ولا تشد إطار ولا في القضاء ولا في غيره ما نحكيش عليه، توا نحكيه عليه كيف وكيف الناس كل، وكيف ما قال زاد السيد مساعد وكيل الجمهورية وأشكره على ذلك أن الناس كلها في الطريق وقت اللي تكون محل شبه، معناها مش بطبيعة الحال زاد باش تبدأ العباد كلها اللي يجي هاك فركس ومع عائلته مع كذا تقوم بالعمل الروتيني نتاعك وما حتى حد فوق القانون، معناها هذا هو اللي نحب نفهم منها العمليه. والحاجه اللي به اللي ممكن فما امنيين اللي قاعدين يقلوا في الفلوس ولا قضاه ولا واحد، اما الحاجه نحب نحيي النجاعه تاع الامن اللي واليقظه تاع الامنيين والعمال الديوانه والحرس الديواني اللي قاعدين يخدموا في خدمتهم وقاعدين يتبعوا في ملفاتهم، والعمليات معناها اللي تجي قاعدين يجمعوا في المعلومات واليقظه نتاعهم كبيره برشا اللي قاعدين يوقفوا في مثل هذا مثل هؤلاء اللي هم قاعدين يلعبوا باقتصاد البلاد.
سامحني ومن هب زاد قضية تستعمل لشيطنة أي سلك من الأسلاك. إذا كان تورط أي إنسان في أي سلك بدون استثناء معني كان تعليما أو أمنا أو قضاء أو تربية أو تحب أنتي، كل إنسان رأو في الأعمال هذه هو مسؤول على نفسه فقط. وإن شاء الله ما يتحركوش النقابات والجمعية هذاك في إطار قراءة الغيب وقت تصير لكل حاجة. إن شاء الله ما يتحركوش. أنا ما قلت حاجة أخرى. أنت ساعات حتى ما تصيرش حاجة تحب تتصورها. إن شاء الله ما تصيرش. إن شاء الله ما تصيرش. وكان صارت تو نحكي عليها. واضح. لا وقت تقولي ورقة حمراء من عندي. تحب قراءة الكف السياسي. حلوة قراءة الكف. برشا يعملوا فيها. شكون هذا؟ هذا نقصته كان ياكل باللورة هذيك عرفت. والله تعلمت منك يا سخليفة. لا 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 نقصتك ياكل باللورة هاك اللي جانا مو ثم واحد مشعوذ في التلفز وبعد شادوه بثلاث سنين في سوسة عرفت ولا هاك اللي كل عام يجيبوه في العام ما جاب حتى توقع. أنا الحاسر به اللي ظهر الإعلامي الأول. وبالتالي طلع ينقب على الآثار هذاك المشعوذ. الحاسر به اللي ظهر الإعلامي الأول كان مع أستاذ كيما سيادتك سيد العامل. لا العفو أنا تلميذ ما زلت في مدرستك.